الجمعة، فيصل الدخيل، عدنان الناهر، يوسف الروضان، عداس أو فتحي. سمير سعيد، أنا باعتزالي طلب مني الشيخ فهد أنه أكون معهم مدرب لحراس المرمى في خلال قبل تصفيات لوس أنجلوس، أولمبياد لوس أنجلوس. كانت التصفيات أظن هذه بسنغافورة، وأشرفت على الحارس سمير سعيد. كانت بداية حياته، ما في شك الحارس سمير سعيد كان من عند المقومات يكون عملاق حراس المرمى، يعني فعلا يعني عقبي استلم وسكر، يعني غطى فعلا المكان اللي أنا شغلته، وعند الجرأة وعند ما شاء الله عند سرعة البديهة، يعني كان من أفضل وأميز الحراس اللي طلع بعدي أنا. وطبعا يعني أنا يومتها المدرب لوبيز البرازيلي كان هو ماسك المنتخب، ووصيته فيه، قلت له المدرب ترى هذا حارس ممتاز. ما كان يعني هو مقتنع كثير لأنه بعده ما عنده خبرة وكذا. أنا يعني ذكيتها كثير، والحمد لله من يومتها مشي ولعب وكمل ومشواره وبرز فعلا. وهو المقومات أو القدرات اللي عنده هي بيطلبها الحارس المرمى، يعني حارس مرمى اللي يكون عنده قدرات معينة وهو موجودة عنده، عند الجسم وعند الطول المناسب للحارس هو موجود عنده، وعند الحماس وعند الجرأة وعند الشجاعة في الملعب، كل هذه المفترض تكون بحارس المرمى، وهو مكتمل هالصفات كلها. سمير سعيد يعني فعلا كان الموقف اللي فعلا يعني أحزنني وضايق خلقي، الموقف اللي رحت له فيه بنفس اليوم اللي سوى فيه الحادث، ما قدرنا نشوفه ولا قدرنا نتخلى يعني العناية المركزة، فتميت فصممت إني إلا أدش أشوفه، فمنعوني، فنطرت لليوم الثاني العصر، وحتى كان نسيبه جمال كاظمي قال يا جماعه ترى ممنوع، قلت له انا الا اشوفه، وحتى لما يعني وصلنا خبر ان حالته خلاص ميؤوس منها، يعني لما وصل الدكتور من برا وشاف حالته انه ميؤوس منها كلش، فقلت انا لازم الا اشوفه، فحاولت اني اشوفه فعلا. لما دشيت الغرفه وشفته يعني ما قدرت اتمالك نفسي، يعني والله العظيم يعني فعلا يعني اول مره ابكي على واحد بهالطريقه هذه، يعني فعلا تاثرت، وتاثرت اكثر لما رحت المقبره وشفت العالم هذه كلها وشفت اللاعبين كلهم، ويعني فعلا تاثرت في دفانه. يعني الله يرحمك يا سمير سعيد، يعني ما كان سمير سعيد يعني حال ما تعوض، يعني كلش كان بامكانه يعني نستفيد من خبراته بالرياضه، يعني كان احس ان انا سمير يعني من الناس الكف، وكان يعني كان في نية عندنا كان ينزل الاتحاد أو ينزل انتخابات نادي العربي، وسمير عنده كان الله يرحمه كان عنده الكثير إنه يفيد الرياضة الكويتية، ولكن ربك خذ أمانته الله يرحمه إن شاء الله. طبعا سمير سعيد غني على التعريف. سمير سعيد قبل أن يجي النادي العربي أسمع بسمير سعيد. سمير سعيد من النوع اللي ما يحب الهزيمة. سمير سعيد غيور على نادي العربي بدرجة لا تتصور، لا تتصور. في بعض المواقف وفي بعض الأشياء يعني أذكرها، سمير سعيد ما يرضى على نادي العربي بأي شيء، يعني ما يعني في فنيلة نادي العربي عنده كأنها شيء له قيمة كبيرة. صراحة سمير سعيد متحمس لغاية أنه بالتمارين كنت تحس فيه أن بالفعل حارس كبير. دعمه للاعبين، روح اللاعبين سمعوا له،
كلمته موجودة. يعني سمير سعيد بعض الأحيان لما أكون في الغرفة ونتكلم ويخلص المدرب، إذا قام يتكلم تحس بأنه قاعد يتكلم من قلب، قاعد يتكلم من روح، قاعد يتكلم يعني ضش الملعب. هذه الروح اللي أنا ذكرت عليها قبل، هذه من الأشياء. ثاني شيء، سمير سعيد كانت فيه ميزة أذكرها، كنا في لبنان قاعد نباري الأنصار اللبناني أذكرها أو النجمة، فقعدنا في فندق، فالفندق هذا الظاهر أنه ما كان ترحيبه بالنسبة للنادي العربي صح. فأذكر سمير سعيد دشينا أول يوم الفندق، فشاف الفندق وشاف هذا لدرجة تشوف غيرته على شي اسمه، فقال لا يابا احنا ما نقعدوا في الفندق هذا، هذا نادي العربي، سمعته هذا نادي العربي ما نقعد في الفندق هذا. تحس انه شوف يعطي حق 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 ناديه ها الشيء الكثير. خير دليل وحب للنادي، سمير سعيد فترة من فترات كان عنده ديسك وقف خلاص وصار وزنه شوي زي بعدها تفاجأنا بعودته ولعب معنا المباريات وفزنا معه ببطولة أو بطولتين آخر مشوار معه. علاقتي طبعا في رحمة الله عليه سمير سعيد أبو علي جدا جدا قوية، يعني حتى ترى سمير هم صاحب مقالب، يعني إذا تقابلنا أنا معاه مشكلة فعلا تصير في الموجود لازم بنسوي شيء أنا معه. يعني فعلا فقدنا معني ما بنتكلم عليه كلاعب، هذا شيء ما نختلف عليه، فقدنا كشخص كإنسان جدا كان يساعد الناس، جدا كان يعني متسامح وحاول إن إذا شاف هذا في خلاف بين هذا يحاول إنه صار إنسان جدا روعة. يعني فعلا خسرنا إنسان رحمة الله عليه ما يتكرر كلاعب وما يتكرر كشخصية إنسانية. وسمير قائد أعتبره، يعني لو موجود الحين مع بيننا كان ممكن إحنا نستفيد منه، فرحمة الله عليه الله يرحمه إن شاء الله. أتذكركم مواقف كبيرة صارت لما كنا في بطولة الخليج التاسعة، لما كنا في السعودية صارت عندنا شوية مشاكل مع المدرب مع كذا كذا، ففهد الأحمد في ذاك الوقت جمع كل اللاعبين قال كلكم بصوب وسمير بصوب، أكو شيء صغير طبعا بس أنتوا كلكم بصوب وسمير بصوب، هاي الكلمة قالها عنا في ذاك الوقت. قلت سمير يعني شيء الله سبحانه وتعالى يعني لحكمة، حكمة رب العالمين، رجل بمعنى الكلمة سمير، يعني استغفر الله احنا دائما نقول انسان مو كامل، لكن سمير حقيقة يمتلك اشياء مكملة لحياته وايد وايد كبيرة. سمير يعني ثروة راحت من البلد بس الله سبحانه وتعالى لحكمة فيها سبحان الله. وايضا لما توفى اللي دعمه تنازلوا عن القضيه وتنازلوا عن كل شيء وما اخذوا ولا عاقبوا ولا قالوا ولا شيء، يعني امنوا بقضاء الله وقدره وكذي، هذا كل الاشياء هذه كلها. ولا زال عشان الناس تعرف، ولا زال سمير والقائمين على حلال سمير وكذا وكذا، ولا زالوا في نفس الخط اللي يمشي فيه سمير نفس الشيء. يمكن انا علاقتي فيه هو مباشر، يعني مو مثلا مع شريكة يوسف أو مع أسرته أو مع جمال كاظمي اللي هو نسيبه وكذا وشي، هذا يعني تربطني علاقة مع جمال مع يوسف شيء بسيط كذي، هذا إنما سمير كان مباشر بصفة يعني يمكن كل يومين ثلاثة إذا ماكو أكو رسالة فيما بيننا حق شيء معين، ودائما يعني الغالب هي أعمال لله سبحانه وتعالى. أتذكر موقف من المواقف كأس آسيا 2011، لعبنا مباراة قطر الأخيرة وخسرنا، كان الجو وايد حزين بالوفد الكويتي خاصة إحنا اللاعبين، قعدنا بغرفة واحدة وأغلب اللاعبين كانوا الكبار كنا قاعدين ونسولف الأشياء اللي صارت بالمباراة ونتحسر ونتحسف. شفنا سمير سعيد دش علينا الغرفة وهو لا عضو بالاتحاد ولا شيء، يعني بس حب المنتخب
حبا للرياضة الكويتية دش علينا احنا كلاعبين. شفنا سمير يعني يمكن نفسيتنا تعدلت مجرد ما شفناه، قعد معانا ما سولف عن المباراة ولا تكلم، سولف باشياء ثانية، حاول انه يضحكنا، حاول انه يطلعنا من جو الحزن الى جو الفرح باشياء ثانية، كان يقول لنا مواقفه. سمير انا عرفت انه من كلامه هو دمه خفيف، يحب يضحك، ما يحب يشوف اللاعبين اخوان الصغار احد متضايق، فقعد يسولف لنا واحنا نسينا صدقيني باللحظة اللي بوجود سمير من سوالفه نسانا المباراة. دخلنا مباراة يعني دخلنا بجو ثاني، كان يقول مواقفه بالمباريات معسكرات وكذا، ودش على المباراة يعني شلون ياب السالفة كلها وبعدين دش على المباراة. قال يا جماعة انتوا يعني مثل ما انت تستانس بالمباراة وتفرح، ترى بهم وقت الخسارة لازم انت تجرب هالخسارة هذه، راح تقويك حق المباريات الجاية. اذا كلها بتفوز 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 هذا ما كفايدة، واذا كلها بتخسر ما راح تستمر على طول. فحياة يعني حالات الكرة بالفوز والخسارة، ولا كرة قدم شلون تكون يعني الكل يتابعها والكل يحبها حتى سواء من اللاعبين ولا من الجمهور، بوقت الخسارة بوقت الفوز، فأنتوا لازم تجربون هالأشياء هذه. وبالعكس يوم طلع سمير منا يمكن احنا قعدنا 5 دقائق يعني سولفنا، قمنا نسولف سوالف عادية وكل واحد راح غرفته وقعدنا يعني طلعنا من جو الحزن. عندنا وقت البطولة مجلس التعاون اللي خذيناها كان عندنا مباراة مع نادي الهلال السعودي، فقبل المباراة قال لنا أنا اليوم جايب لكم منشطات، فإحنا إيش صار فينا؟ إحنا استأنسنا، منشطات راح نلعب زين، بس شنو سوى الله يرحمه؟ ما ورانا الحبة شنو، فكل واحد نص حبة بسرعة امسكها يقول حطها بحلجك على طول، حطها بحلجك حطها بحلجك حطها. فاحنا على طول كلينا الحبه وشربنا ماي، فدشينا الملعب قاعد نعطي، فقاعد نسولف مع بعض داخل الملعب، يقول والله شو اسمه يعني عافي عليه، كنا قبل براوان عافي عليه براوان اعطانا المنشط هذا على اساس انه. فعقب ما خلصنا شو اسمه المباراه وفزنا بالبطوله يعني كان يقول بس ابي اقول لكم شيء، ترى اللي خذيته كان بنادول بس صار شيء نفسي لكم يعني ان انت ماخذ منشط وعطيت بالملعب، اعطانا كل واحد نص دشينا. الموقف الاكثر في اشبيليه بسبانيا، واحنا قاعدين بالغرفه قط كلمه، انا قطيت كلمه ولا لا استلمني طيق على اساس انه كان يوسف دوخي وياي، كان يوسف دوخي وياي، ان يوسف دوخي احنا الاثنين نصير على سمير سعيد، كودنا بالكبت، كودنا انا ودوخي بالكبت وقفل علينا يلا كسرنا الكبت. ففي ذكريات وايد حلوه مع سمير سعيد وايد حلوه. رحنا ناخذ بطوله نستلم درع الدوري بنادي القادسيه، رحنا احنا كذا لاعب يعني بسياراتنا لان كنا بالنادي ويلعبون القادسيه والسالميه على ملعب القادسيه، اذا فازوا القادسيه الدوري حقنا، إذا فازوا السالمية لا نلعب فصالة. فإحنا نطرنا لما انتهى الشوط الأول النتيجة حق القادسية، طاف ربع ساعة من الشوط الثاني حركنا من النادي من المنصورية كل 2-3 بسيارة ورحنا ملعب القادسية بحولي أنا ويا سمير الله يرحمه، أذكر عنده شفر بعد بيضة. رحنا انتهت المباراة استلمنا الدرع، أنا كنت وقتها كابتن فريق، استلمنا الدرع، الحين الدرع أنا مستلمه وياي سمير ونروح بسيارته أنا وياه. الحين الجمهور واللاعبين والربع كلهم ناطريننا بالنادي، إحنا وين رحنا؟ سمير اللي يسوق بسيارته الله يرحمه يدخلنا بحولي وبالنقرة منطقة النقرة، وين في براحات يقعد يستعرض بالسيارة هني، جرب ننقلب والطائرين يعني افترينا كذا 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 فريج ويقعد يستعرض وهرنات وانا طالع من الدريشه بيد الدرع، العالم يقول هذا ايش فيهم ميانين. رحنا النادي ولا العالم جمهور ناطريننا بالملعب، اللاعبين وصلوا واحنا جايينهم عقب ساعه ونص، سمير يدش الملعب عرض بالسياره انا وياه وهم يقعد يقحص بالسياره بوسط الملعب. هذه يعني من المواقف الحلوة اللي مع الله يرحمه سمير سعيد.
ما عنده عداوات وايد، ما عنده عداوات وايد. وقت اللي كانت عداوات بين الأندية وما عنده عداوات، دائما عنده محمل. بعدين مرح، مرح باستمرار، يعني باستمرار بالباص من نركب لما ننزل ما يقعد على الكرسي، روح ورا ويدام، هذا مع هذا وهذا مع هذا، ويضحك مع هذا ويقش مع كذي، هذه حياته. الجول يعني ممكن لو هو مداش على سمير سعيد كان الناس ما تتكلم على الجول، بس ليش عن سمير سعيد؟ يعني انا مره يعني حتى سمير قال ليش انت دائما تتكلم على الاجوال اللي حطيتها؟ قلت له شنو الاجوال اللي حطيت عليك؟ كلها اجوال انا حاط عليك، يعني شنو الاجوال؟ قلت له وما في جول ما يدش على اجوال. يقول لا ليش دائما تذكر؟ انا قلت له اذكر جول واحد ما اذكر جولين، انا حطيت عليك جولين بس لا ذكر جول واحد، لان الجول حلو يعني من نص الملعب وسقاط. قال الزين حق قول شو فكرت انك تحطها من فوقي؟ قلت له انا رفعت راسي شفتك يعني وحطيتها. قال ايه يعني ضحكت عليه الجمهور ها. الله يرحمه، يعني سمير كان حارس مرمى، يعني كان انا اعتبره كان الاول يعني على مو بس بالكويت، يعني كان على الخليج، وكان صعب يعني يتعوض. ما افتكرنا من بعد سمير سعيد الحين يعني جولكي يعني الصراحه. سمارة يا سمارة مزيتهن الغريب بعده، هذا لعب هو يلا ويا الجمهور. أقول له كذي يعني أغني له يعني من كثر حبي له، أقول له سمارة يا سمارة، سمارة يا سمارة ومزيتهن الغريب بعده هو يلا. هي 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 عربوية، هي 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 بسمرة والله سامي طاير بالسماء يا بينا تجهزنا بسمرة طاير. الله يرحمه.